بصراحة هاد الغبرة راه كلشي غبر، النشاط الفني غبر. كوننا كنا في واحد الحجر، وكوننا في هاد الجائحة ديال كورونا خاصنا نكافحوها، خاصنا نلتزموا ونشدوا البيوت ديالنا، وكوننا فنانين، دونك النشاط الفني ما بقاش، دونك راه طبيعيا غادي تغبر. خويا دوزتو كيف كيف الناس، بقيت في الدار، تزادوا فينا 4 الكيلوات ماشي مشكل. صافي تبعنا كاع التدابير اللي كانت اللي كنا كنسمعوا بها، ما كاينش شي حاجه سبيسيال زعما درتها في الحجر. هو البرنامج بعدا فاش كان واحد الوقيته مع رمضان كنا كنتلاهو في الكوزينه، نتلاهو في الكوزينه شويه، تنحاولوا نديروا شويه ديال السبور، تنحاولوا نقراو، تنحاولوا نبحثوا في مسائل جديده. هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش زعما شي حاجه. كورونا اثرت على الكل، ماشي غير حياتي، اثرت على كاع الناس، اثرت على جميع المجالات وجميع القطاعات. فضروري غتاثر ليا على حياتي. اش تعلمت منها؟ تعلمت منها ان الواحد خاصو يعرف واحد النعم اللي هي كتكون كبيره وما كتكونش يقدرها بيان سيغ، وديما بنادم يخبي، لان شوف صراحه تهرسوا الناس بزاف في هاد كورونا، ما نكذبش عليك، وكانت صعيبه بزاف ديال الناس. دونك هادشي اللي تعلمنا منها. كورونا في اغنيه شنو نقول لك، واخا خاصني نفكر لك دابا، تسنى يا خويا. كورونا في اغنيه اويل فالعيطه ممكن، لا شوف فالعيطه ماشي ممكن لاي واحد يؤدي، لانه كيطلب اش غادي نقول لك، كيطلب واحد الطاقة صوتية. هذه أول حاجة، خاصك تكون عندك واحد التمكن كبير من الإيقاع. كنهضروا على العيطة اللي هي عيطة خليني من داكشي ديال داكشي ما كديتش على راسي. ماشي أي واحد يقدر يأدي العيطة. أنا خويا ما نكذبش عليك، أنا لقيت راسي تنغني العيطة كوني أنا مدينة آسفي، تكبرت مع شيوخ اللي كيفهموا في هذا الفن، تربيت معاهم، تعلمت منهم. فهذه حاجة اللي كانت لصالحي خويا، تو سامبلومون الغنى غطى لي على كاع الحاجات اللي زعما كاع الحاجات اللي كنحتاجها. وبيان سيغ راه كلشي غادي على الماديات، ما نكذبوش على راسنا، بلا ما نبقاو في ديك البيوتوبيا الشائعة، راه ماديات اللي كتغطي لك المسائل اللي خاصها تعيشك، صافي هذيك المهنة اللي كتبعها. كنخليو فرصة العمل في مجالنا. يعني كررت لي السؤال، قلت لك ان الغناء غطى لي جميع الاحتياجات، كوني عندي واحد المسؤوليات اللي كبيره، وكوني كتهز واحد المسؤوليه من انا صغير وهي كبيره بيان سيغ، فالغناء عاوني باش انني نزيد لقدام. خويا شوف بدون غرور بدون تكبر، ما كنشوف راسي انا منافس لحتى شي واحد، باسكو داك الشو ديالي ما كيدير بحالو حتى شي واحد، وما تيغني حتى شي واحد. بهذا الشيء ماشي زعما تكبر ولا غرور، لا بالعكس، ولكن باقي ما لقيتش صراحه الله. وتلقوا الاشاعات، انا بالعكس عادي، الدنيا هانيه عندي، غير اللي بغى يقول الاشاعات مرحبا بها، ما عندناش مشكل. هو في الصراحه اللي جينا نشوفوا الفنانين، وخصوصا الناس اللي تخدموا في اللي قلتي المقاهي والنوادي وداك الشيء، ضروا بزاف، ضروا بزاف الناس، ولكن هما ضروا بزاف كي كنقول لك كلاو العصا. كاين الله يحسن العوان، كاين الله يحسن العوان اللي تيتخلص بالنهار، اللي تيخدم بالليله. دونك ملي جا هذا الشيء راه تبارك الله شحال من شهر وحنا جالسين. كاين الناس تتقول لك حنا لما متناش بكورونا غنموتوا بالجوع، دونك الله يحسن العوان، وكنتمنى ان شاء الله هذا الشيء يفوت باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه كيف ما كانت. خويا اش نقول لك، جبد لي هذا الفنان ولا هذا شي واحد اللي غيسبهم، باسكو راه كلهم دازوا خويا من الملايين الليليه، الاعلام بلا ما نذكر لك الاسماء، سبق قلتها وكنعاود نقولها، الاعلام ديال المدارس ماشي في العالم العربي ولا عندنا في المغرب، راه كلشي دازوا من لي كاباغي، كلشي غناوا في العلب الليليه. هذيك كتبقى مدرسه لانك كتلاقيك بكاع الفئات، كاع الاشخاص على شانهم ولا صغار كيف ما تنقولوا، كتلقى بكاع الكاتيجوريز ديال الناس، كتشوف الحقائق، فهمتي، كتشوف الحقيقه ديريكت. تشوفني شنو مزوج من راقصه، الا تفاهمت مع راقصه نتزوج مع راقصه ماشي مشكل، هادشي مشكل على حسب هاد الشيخه وهاد الراقصه، واش هي حقرت راسها، واش هي دارت القمار راسها. راه كاين شيخات اللي تبارك الله طبعوا الاسم ديالهم وما عمرهم تحقروا، وديما الاسم ديالهم كيتذكر بكل حب والناس كيشكروهم، على سبيل المثال فاطمه بنت الحوسي، الحمونيه، لاله خديجه مرقوم، شيخات ما محقوراتش هادو بالعكس. وخويا على اجر تقاضيتو، راه تقاضى ليا مع الكونفينمون، وخليه مشى. الله يا خويا الله، علاش تعرضت للتحر؟ الحمد لله خويا ما عمري تعرضت للتحرش في صغري، تعرضت ليه في كبري، تعرضت ليه في كبري يا خويا.
بالعكس قواني، اثر عليا ايجابيا ماشي سلبيا. خويا دنيا صديقتي وكنعتبرها اختي، وان شاء الله الحق غادي يبان. هادشي اللي غنقدر نقول لك، كنبغي نقول لها كيف ما كنتي اختي غتبقى ديما اختي، وانا ثايق فيك، وان شاء الله ربي كبير والايام الزوينه مازال جايه. حتى بالنسبه لابتسام نفس الشيء، قلب الزوين انت. توعدني بسنين ويان، وتجيني بحجج وكلام. توعدني بسنين ويام، وتجيني بحجج وكلام. كنبغي اكيد نوجه تحيه للجمهور والناس اللي كيدعموا نبيل ناصف واللي كيحبوا نبيل ناصف لشخصه، وتنقول لهم التزموا بالحجر ان شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء وترجع حياتنا احسن من ما كانت يا رب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.